السلام عليكم اصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذه الحلقه ولا في هذا الفيديو اللي داز قبل شفتوا الفيديو ديال الشرطه كتقتل واحد الشخص في مرسيدس، ولكن الغريب من الامر ان هذا الشخص فهو كان شخص جزائري كيبلغ من العمر 17 سنه، اسمه نائل، ولكن ما عرفش انا السبب وراء هذا القتل. ربما بعض الناس قالوا في تعليق ولا على مواقع التواصل الاجتماعي لان فرنسا كتحاول على ان تحد من افارقه بهذا الشكل، ولكن في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا كيبينوا على ان البوليس ولا ان السلطات الفرنسيه كتحاول على انها تطبق القانون، ولكن القانون بهذه الطريقه ربما ماشي هذه هي الطريقه اللي خاصو يطبق بها. فهذا المقتل ديال الافارقه ربما كان مواطن فرنسي فما كانش غادي يكون القتل ديالو بهذا الشكل. إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، تطورات خطيرة جدا ودراماتيكية في فرنسا بشكل غير مسبوق، استعمال للرصاص الحي من جانب الشرطة، وأيضا ظهور هناك مجموعات مسلحة بالأسلحة الهجومية تقوم بالاشتباك مع الشرطة، وأنباء عن سقوط قتلى من الجانبين. مع هذه الأحداث اتخذنا القرار بإلغاء عدد من الفعاليات والأنشطة والتجمعات في البلديات والمناطق والمؤسسات الحساسة بعموم البلاد من أجل حماية مواطنينا، كما أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقوم بأعمال نهب أو يهاجم مؤسسات الدولة. بحاجة الأصدقاء أن فرنسا عرفت واحد الخسائر كثيرة، أن المباني ديالها تعرضوا للتحطيم، ولكن هذا الشيء من بعد من تصريح ديال الوزير الداخلي الفرنسي اللي قال فيه إن الخطر الأول بالنسبة للأوروبيين ولفرنسا هو الإرهاب الإسلاموي السني بحسب تعبيره. وتحدث دارماناخ عما وصفه باستمرار الخطر المرتبط بالإرهاب الإسلاموي الذي يستهدف فرنسا وجيرانها من دون أن يقدم تفاصيل. يعني مشهد لا يمكن أن نتصوره يحدث الآن في فرنسا، لكن في نفس الوقت هذا ما جنته فرنسا من السياسات. في هذا اللقطة الأصدقاء نخليكم تشوفوا الفيديو ديال الاعتداء على الطفل نائل الجزائري اللي كيبلغ من العمر 17 سنة. هذه الطريقة وهذا هو الفيديو من بعد الزوايا اللي تم التصوير ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا البوليس يتبعوا، من يتبعوا هنا خرج داك صاحبه اللي كان راكب معاه في العواد، ما يمشي يشوف السيد اللي بليسي ضربوا بنص وهبطوا داكشي ديال. المهم الاصدقاء وصلنا لهذا الفيديو، بغيتكم انكم تدعموا لاشين، علاش انك تعرض لواحد الخروقات فايلا حتى تقدر انها تنقاطع، فدعموا القناه بلي لايك ولي كومونتير باش يوصلكم فيديوهات جديده ان شاء الله. والدراري